مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف 12 أدبي مع مادة العلوم العامة ووحدة العضلات وعلم الوراثة والدرس مصدر الطاقة في العضلات، ومع مدرسكم أحمد بشير. بداية الأهداف، يبين الطالب مصدر طاقة العضلات، واثنين يبين الطالب أهمية جزيء ATP. ماذا تحدث العضلات؟ أحسنت، تحدث قوة. هذه القوة من أين تحصل العضلات على الطاقة لكي تحدث هذه القوة؟ إذن إنتاج العضلات يحتاج إلى قوة. سنتعرف إلى كيف تحتاج أو تحصل العضلات على الطاقة. إذن من أين تحصل العضلات على الطاقة؟ من الأدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP. لاحظ، لكي تنقبض العضلة تحتاج إلى طاقة، وتحصل على هذه الطاقة من الفوسفات ATP، أدينوسين ثلاثي الفوسفات. سيتم اختصار أدينوسين ثلاثي الفوسفات بالATP وأدينوسين ثنائي الفوسفات ADP وفوسفات غير عضوي BI. خطوات حصول العضلات على الطاقة. الخطوة الأولى، نلاحظ يرتبط ATP برأس خيوط الميوسين في وضع الراحة. خيوط الميوسين في وضع الراحة تكون منحنية إلى الأمام وليست مرتبطة بخيوط الأكتين. لكي ترتبط بخيوط الأكتين تحتاج إلى طاقة، وهي الـ ATP. تقوم العضلة بهذا الانقباض أو التقصير عن طريق الـ ATP الذي يقوم بها. عندما تنشط العضلات كما في الشكل B، تطلق الـ ATP ويتحول إلى ADP زائد BI، وينحني رأس جزيء الميوسين إلى الخلف. لاحظ، في الشكل A كان إلى الأمام، ثم في الشكل B بعدما استمد الطاقة وتحولت الطاقة الـ ATP إلى ADP وBI، انحنى إلى الخلف ليرتبط بخيوط الأكتين ليقوم بعملية التجذيف كما رأينا في الحصة الماضية، وهذا يشبه تمدد النابض في الشكل B. يتم إطلاق ADP وBI عند استعادة الميوسين في وضع الراحة. بعدما قام الميوسين بحركة الأكتين يرجع إلى الوضع الأصلي وهو في وضع الراحة، ويقوم بإطلاق الADP والBI. إذا لاحظ، هنا كانت الADP والBI قريبة، قام الميوسين بإطلاق الـ ADP والـ BI، وتتكرر هذه العملية آلاف المرات في الثانية في العضلة. لنشاهد الفيديو بآلية انقباض العضلات. واستمادها للطاقة. نلاحظ خيوط الميوسين، وعندما تخرج خيوط أيونات الكالسيوم
ولترتبط مع بروتين التروبونين أو التروبومايسين لكي تحدث أماكن الارتباط، ارتباط الميوسين بالأكتين لتقوم بعملية الحركة. تستمد خيوط الميوسين الطاقة من الـ ATP وتحول إلى ADP و BI وطاقة، فيرتبط بخيوط الأكتين ويقوم بحركتها إلى الأمام، وتحدث هذه العملية آلاف المرات في الثانية الواحدة. إذن نقوم بعملية ملخص خطوات حصول العضلات على الطاقة. قلنا واحد، يرتبط جزيء الـ ATP برأس الميوسين ويسبب تحرر الميوسين عن الأكتين. اثنين، يتحول جزيء الـ ATP إلى ADP زائد PI وطاقة فيتغير شكل الميوسين بالانحناء إلى الخلف بسبب الطاقة المختزنة به. ثلاث، تتحرر الفوسفات من الميوسين وتنتهي حالة الانكماش وهي انقباض العضلة، تتحرر ويتحرر جزيء الـ ADP أي تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية. سؤال، اكتب معادلة تحلل وإنتاج الطاقة الـ ATP. إذن ATP يتحول إلى ADP زائد BI وأيضا طاقة. هل يمكن أن يتحول الـ ADP إلى ATP؟ نعم، يتحول باستخدام الطاقة من جلوكوز الطعام، ويتم غالبا بعملية التنفس الهوائي. إذن ما المقصود أو ماذا نعني بعملية التنفس الهوائي؟ وهي تحول ADP مرة أخرى إلى ATP باستخدام الأكسجين الذي ينقله الدم. سؤال، نفسر، تتنفس بصعوبة أثناء ممارسة التمارين الرياضية. عند ممارسة التمارين الرياضية نقوم بعملية الشهيق والزفير بسرعة في الثانية الواحد. لماذا؟ وذلك لتزويد الجسم بمزيد من الأكسجين اللازم لإنتاج الطاقة، قلنا بعملية التنفس الهوائي لكي يتحول الـ ADP إلى ATP. كيف يتصرف الجسم عند نقص الأكسجين الوارد للعضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية؟ إذا كان هناك نقص في الأكسجين أي بعملية التنفس الهوائي، سيذهب الجسم إلى عملية التنفس اللاهوائي وهو تحويل الجلوكوز المخزن إلى اللاكتات وإنتاج الطاقة بدون وجود الأكسجين. هذه عملية التنفس اللاهوائي. وعندما تتراكم اللاكتات في العضلات نشعر بحرقة مؤقتة، وهذه إشارة للجسم وقائية تدل على لزوم الراحة حتى يتعافى الجسم. ما هو مصدر الطاقة للعضلات؟ قلنا دور التحول ATP إلى ADP زائد BI والعكس، أي تحول ADP زائد BI إلى ATP. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: أي من الآتي يرتبط بالميوسين ليزود الطاقة اللازمة لتشغيل القوة بين الأكتين والميوسين؟ أحسنت، بارك الله بك، إنه جزيء الـ ATP. مصدر الطاقة في العضلات هو، أحسنت، إنه جزيء الـ ATP.
السؤال الثاني: ما الفرق بين التنفس الهوائي والتنفس اللا هوائي؟ أحسن. التنفس الهوائي إنتاج الطاقة ATP بوجود الأكسجين، أما التنفس اللاهوائي إنتاج الطاقة ATP بعدم وجود الأكسجين. فيما يشبه ATP البطارية القابلة لإعادة الشحن، بعملية عند اتحاد ADP مع جزيء الفوسفات BI ليكون الATP التي هي مخزن الطاقة، أو تحول أجسامنا مرة أخرى الADP إلى ATP باستخدام الطاقة من جلوكوز الدم مستخدما الأكسجين الذي ينقله الدم. إذن عن طريق هذه المعادلة ATP يتحول إلى ADP زائد BI، أو عملية تحول الADP زائد BI إلى ATP. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي مع درس جديد بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.